السيرة النبوية 3، 7 معلومات لا تعرفها عن مولد النبي. 1، ولد النبي بعد 50 يوم من عام الفيل، يعني بعد محاولة أبرهة هدم الكعبة ب50 يوم، وهو أول مولود يولد بعدها، وتوقيت مولده عجيب، وقت الفجر، وولد بعد سيدنا عيسى عليه السلام ب500 سنة، يعني لما وصلت الأرض لقمة الظلمة، وكأن المعنى كل ما اشتدت الأزمات خلي عندك أمل في فجر جديد. 2، ولد النبي في بيت أمه السيدة آمنة بنت وهب عند جبل المروة، يعني في أرقى حتة في مكة على بعد 200 متر من الكعبة، وهو مكتبة الآن. وبتقول السيدة آمنة بنت وهب: عندما حملت فيه رأيت نورا يخرج من بطني إلى بصرة، وبصرة دي هي أول مدن الشام من ناحية مكة، والعجيب أن أول مدن الفتح الإسلامي للشام كان بصرة دي. 3، السيدة آمنة جالها الطلق بالليل، فجالها 4 ستات عندهم شهامة حضروا مولد النبي، وهم أم أيمن وهي أم سيدنا أسامة بن زيد، والشفاء أم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وفاطمة أم عثمان بن أبي العاص، وثويبة عبدة أبو لهب عم النبي. 4، العجيب ان كل 6 منهم فتح ربنا ليها باب رزق كبير ببركة حضورها مولد النبي. ام ايمن عبدة حبشية خلفت اسامة بن زيد قائد الجيوش العظيم للمسلمين. الشفاء ام عبد الرحمن بن عوف صار احد 10 المبشرين بالجنة واغنى اغنياء المسلمين. فاطمة ام عثمان بن ابي العاص أسلم عثمان وصار من أكثر الناس علما. ثويبة عبدة أبو لهب عم النبي صارت حرة، أعتقها أبو لهب لما بشرته بمولد النبي. وكأن المعنى حط نفسك دايما في أماكن الخير ليبارك ربنا ليك بركة كبيرة. 5، ولد النبي يوم الاثنين، ولما سئل لماذا تصوم يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه. فاللي بيعترض بعد كده على الاحتفال بعيد الميلاد ويقول بدعة مش فاهم ان النبي نفسه احتفل بطريقته بعيد ميلاده. 6، لما تولد النبي اخدوه الجد عبد المطلب فحملوا طاف به الكعبة، فكان اول شيء حصل للنبي هو الطواف بالكعبة، ثم سماه محمد. ولما سألوه ليه سميته بهذا الاسم وهو ليس تسمية أبائك، فقال: سميته محمدا ليكون محمودا في الأرض ومحمودا في السماء. الأسماء لها سر في حياة الناس، لازم يكون عندك تصور دايما لمستقبل أولادك حتى في أسمائهم. 7، أول من أرضعت النبي هي ثويبة وهي من العبيد، ولها ابن اسمه مسروح كمان من العبيد، وهو أخو النبي في الرضاعة. وكمان النبي له أخ تاني في الرضاعة هو سيدنا حمزة بن عبد المطلب، فإخوة النبي في الرضاعة فيهم الأشراف والعبيد، لأن النبي بيجمع الناس ولا يفرقهم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. انشروها عشان يتعلم شبابنا وولادنا قصص الأنبياء.